مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا. يوم جديد ومتابعة جديدة لأهم الأخبار في الحياة اليوم. الحقيقة أهم الأخبار اللي هنتعامل معها النهاردة ليها علاقة بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من اللقاءات المهمة اللي ليها علاقة بالملف العلاقات المصرية الخارجية والتحضير كمان لمؤتمر قمة المناخ أو مؤتمر المناخ اللي هتستضيفه شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم. علشان كده ده اللي هنبتدي بيه مع حضراتكم، وده كان مضمون اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بجون كيري المبعوث الامريكي الخاص للمناخ. حضر اللقاء ده السيد سامح شكري وزير الداخليه، وكمان دكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه، وكمان عندنا كان حاضر اللقاء برضو السفير الامريكي بالقاهره جوناثان كوهين. خلال اللقاء ده الرئيس رحب طبعا بزياره المبعوث الامريكي لمصر، ورحب كمان بعقد الاجتماع الاول لمجموعه العمل المصريه الامريكيه حوالين ملف تغير المناخ، وان ده أحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي اللي تم ما بين مصر والولايات المتحدة. الرئيس كمان اتكلم عن استمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حوالين موضوعات تغير المناخ خلال الفترة اللي جاية في إطار الشراكة ما بين مصر والجانب الأمريكي، وتحضيرا كمان للقمة العالمية للمناخ كوب 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ في شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله. الرئيس أكد برضو أن مصر من خلال المؤتمر أو من خلال هذه القمة هتتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لفعاليات القمة، وأنها تاخد في الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف، ده علشان نضمن خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصة المسألة المتعلقة بخفض الانبعاثات، التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وكمان حشد التمويل اللازم اللي طبعا اللي هيتم توجيهه للدول النامية.